الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطفل الفلسطيني المقدسي سفير التحدي والسلام. اسمي يوسف درويش، عمري 9 سنوات، أعيش في مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية. أرفع صرختي للعالم وأناشد كل العالم بأن يسمح لنا أن نعيش طفولة طبيعية وآمنة مثل باقي أطفال العالم. فمن حقي أن أتنقل في مدينتي بحرية وأمان دون التعرض لإرهاب المستوطنين الذين يجولون بشوارعنا وأحيائنا ويقوموا بترهيبنا لإجبارنا على الرحيل. من حقي أن أمارس الشعائر الدينية كما أمر بها الله وليس بأمر الاحتلال، حيث يتم الاعتداء على مقدساتنا الدينية من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين بسبب إغلاق قوات الاحتلال لمساجدنا وكنائسنا. من حقي أن أتلقى تعليمي بالمستوى العلمي الذي يحصل عليه باقي أطفال العالم. من حقي كطفل أن أمارس هواياتي وألعب مع أصدقائي بكل حرية وعفوية دون خوف. من حقي كطفل فلسطيني مقدسي أن أحصل على جنسية وطني، فأنا طفل مقدسي لا أملك أي جنسية بالعالم تثبت حقي في وطني. فالاحتلال يتعامل معنا كأننا لسنا أصحاب الأرض ويجبرونا على تجديد الإقامة في وطننا لأنهم لا يعترفون بحقنا بالعيش على أرضنا، وهما أعطوا لأنفسهم الحق الباطل بطردنا من وطننا بأي وقت يشاءون. فأنا أناشد العالم وأقول لهم أرجوكم لا تسمحوا للمحتل بطردي من أرضي وبيتي، فأنا ابن هذا الوطن، ولدت فيه وسأعيش فيه وسأموت فيه مثلي مثل أجدادي أصحاب هذا الأرض. دعوني أعتني بأشجار الزيتون الذي غرسها أجدادي قبل مئات السنين، فأصغر شجرة زيتون في أراضي عمرها يزيد عن 200 عام، أي عمرها أكبر من عمر الاحتلال. دعوني أن أعيش بأمن وسلام، دعوني أن أمارس حقي في الحياة، ودعوني أحقق أحلامي وأرسم مستقبلي كما أشاء أنا وليس كما يشاء الاحتلال الظالم. أخرجوهم من وطني فهو لي وأنا صاحب الحق والأرض. وأخيرا المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والنصر والحرية لأسرانا الأبطال. شكرا لحسن استماعكم.